الوجه الندائي لصاحب الجلالة وصاحب الفخامة الملك محمد السادس لإعطاء أوامره لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولكل المنابر الإعلامية ولكل المجالس العلمية من أجل تقنين هذا العالم وهذا العالم وهذا الدور، فهو فقط لا يقتصر على الملك حفظه الله أو على الرقاة أو على الإعلام، فهذا الدور يقتصر علينا نحن جميعا، وقد نددنا وسافرنا ورحلنا وارتحلنا وجلنا وصلنا إلى كثير من الدول وصورنا مع علماء ونبهنا وذكرنا وقلنا على أن الرقية الشرعية يجب تقنينها، وكانت لنا خرجات كثيرة جدا عبر منابر إعلامية ونبهناكم وقلنا لكم أن الرقية الشرعية تحتاج إلى تقنين، تحتاج إلى تقنين دقيق جدا، يعني التغربيه خاصنا نبداو نغربلو الله يجازيكم بخير، لكن باش حنا ولينا اضحوكه، ولات الرقيه الشرعيه بحال شي نكته، ولا كلشي كيسف في مواقع التواصل الاجتماعي وكيتهمنا باننا حنا مشعوذين دجاجيله سحره، اننا كنغتصبوا للنساء، اننا كنصبوا على عباد الله، حاشا معاذ الله، حاشا معاذ الله، حاشا لله، هذه ليست اخلاقنا، حنا كمسلمين عندنا اعراف وعندنا تقاليد ما كنتجاوزوهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.